إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتبلة أوفياء. كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من سوق السيارات هنا ما بين طريق صفر وطريق إيموزار. سوق عشوائي، سوق يفتقر ل يعني لأبسط الشروط ديال أن الناس يشتغلوا بكرامة ديالهم. للأسف تجار السيارات والبائعين هنا كيعانيوا مع هذه العشوائية اللي كاينة في هذا السوق وكيطالبوا العمدة. حنا مرارا وتكرارا حاولنا نسولوا العمدة والمسؤولين لهذه المدينة ضرورة إخراج السوق في المستوى المطلوب في مواصفات محترمة، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. غتسمعوا شهادة أحد التجار، أحد البائعين هنا بسوق السيارات وغني على التعريف السنابل. قبل ما نشوفوا السيارات إن شاء الله غتشوفوا بعد المشكل اللي كيعانيوه تجار سوق السيارات هنا. تحية سي منصف، كي داير اخويا؟ بخير صحة لاباس؟ واخويا المشكل دابا انت تشوفه بعينيك، والله الا اخويا رحنا ملينا ماتش، ملينا كاع هاد الناس وهاد السكان بالنسبة لهاد المرضى الكلينيك، بالنسبة للتجار ولا بالنسبة للسكان وبالنسبة للناس اللي مراضين ولا بالنسبة للناس اللي تيقراو لافاك، كلشي اخويا راك تشوف هادشي بعينيك. هادشي اخويا راه ولات معاناة ماشي كبيرة بزاف، راه تعدات كاع وراه عشوائي خيا منصف. لحقاش هادي راه غير لاطيراس ديال لافاك ماشي سوق، حنا ما خصناش نسميوه سوق، هذا سوق خصنا نسميوه لاطيراس لافاك. ما السوق راه السمية تتكون عيانة، السوق اسم على مسمى سوق، حنا تنقولوا سوق هو ماشي سوق، يعني راه غير لاطيراس لافاك. وحنا راه دابا كلشي اخويا تيعاني، دابا لا سكان ولا حنا بيع شراية ولا هاد الناس الكلينيك ولا الناس اللي ساكنين هنايا ولا الطلبة، كلشي تيعاني اخويا. يعني حاولوا تتواصلوا مع المسؤولين، شنو كيقولوا لكم المسؤولين؟ واخويا منصف رحنا تنتواصلوا، ولكن شكون على حياه لمن ينادي؟ واش حنا دابا تنوجهوا الاسئله دائما ديريكت للعمده؟ واش العمده المسؤول الوحيد على هذه المدينه؟ خصناش نبقاو حنا المسؤوليه نحملوها كل شيء للعمده. راه كاين دابا نطلبوا من الله هذا الولي الجديد حتى هو يشوف شي هذا المعاناه ديال هذه المدينه. والله الا دابا راه تقريبا هذا السوق راه تقريبا عنده واحد 15 عام 14 عام كي بحال هكاك، ومن فوق 10 سنين هذا ما تسميه السوق منصف، هذا راه ماشي سوق. لحقاش لا سميتيه سوق، راه خصو يكون سوق يعني بمعنى الكلمه. ولكن اخويا اش غنقول، والله سما زعما خويا زعما هادشي بزاف، دابا راه تعدى القياس كاع هادشي. دابا السوق ولا مشهور ولا تيجيو له الناس بزاف، ولا انت تشوف دابا بعينك ما كاينش الناس لا السوق ماشي تتبلوكا، انت تشوف وراه ما بقاش طريق. دابا ما بقاش طريق، راه عرفتي شنو ولات؟ ولا راه ولات ماشي طريق، راه الله يحسن العوان بالنسبه اللي تيسكن، ولا كان شي واحد هكا مريض هنا، لا مرض شي واحد مسكين هنايا في هذا القنت نهار الحد يخليها الله، ولا كان شي واحد مسكين غادي يتوفى في هذا الكلينيك، راه ما غاديش يموت على خاطره بهاد الصداعات وهاد الاكتضاض وهاد الكلاكسونات وهاد شي طالع شي هابط تتبلوكا. دابا الطريق في خطره، دابا انت تلاحظ الناس تسكت كاع، ما لقاتش كيفاش تدوز لا من هنا ولا من هنا. ايوا نطلبوا من اخويا هذا الولي الجديد السوق بالمواصفات اللي بغيتو بحالاش مثلا شرحوا هذا السوق. دابا على حساب هذاك اللوكال اللي قال السي العمده، راه هو كاين السور والارض بن سوده حنا شفناه، ولكن يعني الارضيه ما مصوباش غير تراب داك الشيء، خصو يعني ما عرفناش شنو دابا المعيار اللي طالب دابا السي العمده باش يصاوب تماك، واش زعما يدير شانطي واش يدير قهوه واش يدير زعما شي حوايج هذا اختصاص بالسوق، ما عرفناش شنو يدير. المهم السور داير والارضيه كلها غير تراب، ما عرفنا دابا شنو زعما شنو يصاوبوا السوق على حقه وطريقه. بغينا لا بغينا خاي منصف السوق يعني يكون بالاسم ديال المدينه ديال فاس، راه مدينه عريقه مدينه العلم وبزاف الحوايج، خصنا يعني يكون المواصفات. واخا ما نطلبوش حنا شي مواصفات تكون عاليه، ولكن على الاقل تكون شي مواصفات تكون هكا تتلائم المدينه ديال فاس، وبالنسبه تتلائم الناس اللي تيجيو من برا، الناس بيع شراي باش يكون واحد شويه النفسيه طالعه. هذا الشيء اللي تنطلبوا اخويا. شكرا خويا. بالنسبه للسيارات كيفاش دايره الاجواء؟ واش كاين شي حركيه؟ كاين شي لا خويا؟ كاين الحركيه، الثمن كاين، الطلب كاين والعرض كاين والطوموبيلات كاينه، ولكن الثمن دابا الثمن لا ميزو طلعت بزاف، راه لا ميزو خويا راه طلعت، راه ماشي هذا الحديد دابا يطالع للسما، مازال الغلا راه كاين. لحقاش شفنا الاقبال كبير على هذا السوق، علاش كيجيو الناس بزاف لهذا السوق؟ واش المعقول اللي كاين فيه؟ واش الاثمنه اللي منخفضه؟ واش ما كاينش بديل واحد اخر؟ الصراحه نبيل. ايوا الصراحه راه ما كاينش البديل بالنسبه دابا للحد تيكون كونجي، دابا الناس كلشي نهار حتى يكون قاس وجاي دابا قريب، دابا تيجيو الضواحي المدينه، تيجيو عرفتي ضواحي المدينه الناس تيجيو، اما تلاحظ هنا تيجيو العيالات تيجيو الرجال تيجيو ولاد تيجيو موظفين،
تيجيو جميع الشرائح ديال الناس. نهار الحد يكون الناس جالسين تيجيو تيختاروا. دابا هنا عاوتاني تكون الكميه كبيره، بحال دابا الراجل بغى داسيا ولا بغى ديزناف، بحال دابا الداسيا تيكون هنا واحد 20 ولا 30 ولا 40 داسيا تقريبا، تيختار وحده، تيكون عاوتاني الكم هنا كثير. دابا تيشوف عاوتاني السوق شنو طالع، تيسولك بحال دابا تيسول 40 داسيا، تعرف الثمن ديال الداسيا فين واصله وشنو داير. هذا هو اللي تيجعل دابا الناس نهار الحد تيجيو هنا بزاف. ودابا تبارك الله راه خدا واحد السمعه زويونه هذا السوق هذا ديال المدينه د فاس. ونطلبوا من الله هذا العمده والوالي الجديد يحنوا علينا ويديروا لنا شي سوق يكون في مواصفات زوينه تتلائم هذه المدينه هذه. هادشي اللي كان. شكرا خويا، كنتمنى لكم التوفيق، الله يدير شي مسك ديال الخير لهذه المدينه. واكيد النداء كيوجهوه التجار للعمده والسيد الوالي الجديد من اجل اخراج السوق في المستوى المطلوب، الحيز الوجود في اقرب وقت ممكن. راه الناس راه تكرفصوا لسنوات وبركه عليهم. السوق خاصكم ديروا خدمتكم انتم كمسؤولين وتخرجوا الحيز الوجود في اقرب وقت ممكن. دابا هذا خدا السميه ديال السوق، هو راه ماشي سوق. ورا ماشي سوق، الا جينا نشوفوا راه ماشي سوق، يقال سوق ولكن ورا ماشي سوق، ورا عشوائي. فاذا نتمنى صادق الرساله ديال هاد الناس توصل للجهات المسؤوله. تحياتي للجميع، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.